خلال العقد الأخير من الزمن ازدادت ظاهرة عمالة الأطفال في المناطق اللبنانية بشكل مفرط، فيحرم أطفال من حقوقهم البسيطة كالتعليم ويدفع بهم إلى قطاعات عمل مثل ميكانيك السيارات والنجارة والتلحيم وتعبئة أسطوانات الغاز، إضافة إلى العمل في الشوارع هناك حيث يمضي الأطفال ساعات طويلة ويزاولون بمعدلات دخل منخفضة، وظائف لا تناسب نموهم البدني ولا عقلي. أنا طلعت من مدرسة لأنه الحول المادية منا مادتنا، وأبي ما في عم يصرف علينا، وكان متوظف شغال كحاشو صار عم يشتغل هون، أنا طلعت كمال ساعد أهلي وهيك. اللي عم يشتغل هون 3 أسابيع، عم يشتغل هون عشان أتعلم المصلحة وساعد أهلي. ليش اضطريت تجي؟ طلعت المدرسة لأنه ما في غير أنا وأهلي بس، أنا أكبر واحد فيهم، يجي عشان عاينهم، عشان أهلي ما في نرجع، إجباري طعميهم. لانتشار عمالة الأطفال أسباب عدة تبدأ من الفقر الذي يعاني منه نحو 40% من اللبنانيين، إضافة إلى الأمية والبطالة. ليس ذلك فحسب، بل هناك أيضا هشاشة الأطر التنظيمية لمكافحة هذا النوع من العمالة، على الرغم من إنشاء وحدة خاصة لمكافحة عمالة الأطفال في وزارة العمل وإطلاق خطة منذ عامين للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول العام 2016. هذه الوحدة تراقب أو كيفية تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المعنية بعمل الأطفال، وتنسق الجهود مع كافة الإدارات الرسمية، وهذا ما يحصل فعليا يعني منذ إنشاء حتى الآن. وزارة العمل لا تستطيع وحدة أنه تكافح عمل الأطفال، هي مسؤولية وطنية عبر التعليم من خلال وزارة التربية، عبر تقديم الخدمات الصحية من خلال وزارة الصحة، عبر دعم الأسرة من خلال وزارة الشؤون. فجوات كبيرة إذن لا تزال قائمة، ولا سيما في مجال تطبيق الضمانات القانونية الحالية، ما يجعل لبنان يفتقر إلى برامج الوقاية الكافية والآليات المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة. يصنف لبنان في قائمة الدول التي تسجل أعلى نسبة في عمالة الأطفال حول العالم، إذ يبلغ عدد الأطفال العاملين أكثر من 100,000 طفل. واقع ورغم محاولات لمكافحته من قبل الجهات المعنية، غير أنه يتحول إلى أسلوب حياة لا مفر منه لكثير من الأطفال. ميثم قصير، التلفزيون العربي، طرابلس.